ومتابعينا بصباحنا وصلنا لأولى محطتنا وفقراتنا لليوم. يعني ظروف صعبة عم نمرق فيها كلنا، وضع اقتصادي صعب، ولكن خلينا هيك نتطلع إلى الجانب المشرق، نشوف شو دارج بعام 2022، حتى لو ما قدرانين انه نجيب ثياب جديده، كيف فينا نحن ندخل لون، ندخل شيء هيك لحتى شوي نغير من نفسيتنا وشوي هيك ننسى الظروف يلي عم نمرق فيها. رح نحكي اكثر بعالم الموضه وشو هي اهم صيحات الموضه مع ضيفتنا مصممه الازياء منار الخطيب. صباح الخير. صباح الخير. يسعد صباحك. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. الموضة يمكن تشغل بال كل الصبايا والسيدات، حتى لو كانت يمكن الظروف قاسية وصعبة، بس دائما تبحث الصبية انه تكون بأجمل إطلالة وتلبس ألوان مناسبة للشتاء. خلينا نحكي ألوان الموضة الشتاء لل 2022 شو هي؟ هلا ألوانها نحن فينا نبلش الأسود، هو سيد الألوان، أكيد ما بيبطل وموجود، ممكن يخف وممكن يقوى أكثر. بعده مواظب، بعده فينا نقول على الساحة نازل بقوة، ما له نازل بشكل إنه خجولي. الألوان اللي هلأ دارجة من بيناتها ألوان الباستيل، ما فينا نقول ألوان الباستيل، الفواتح اللي هي الزهر مثلا السماوي، تخطيناها تقريبا وصرنا نفوت بالألوان شوي أغمق، يعني صرنا نقول الزهر الضاوي أكثر، ما هو اللون الباستيل. فينا نقول السماوي ما عاد صفى سماوي، صار لون الازرق. فينا نقول اللون الفستقي المايل من لون درجات الخضيري، لا فينا نقول صاير الاخضر الاخضر. العسلي هو من اهم الالوان اللي هلا دارجه لهالسنه، عم تنحط يعني عم تلبس مع الالوان اللي هلا ذكرناها. اللون الاحمر كثير قوي كمان لهالسنه، اللون فينا نقول الاخضر من نفس لون المفروشات تقريبا كمان لهالسنه، هذا الدرجه تحديدا كثير قويه هي، ورجعت الوان الفسفوريه فينا نقول. الالوان حتى هلا دارج المعرقات، النقوش، النقش تقريبا، الكارويات، المربع، كل شيء ما عاد في سقف، تمام. المزج بالالوان صاير ما هو بس فينا نقول كلر واحد، هلا هو دارج لون واحد، ست واحد ممكن تلبسيه اوقات، من قبل ما كنا نشوفه كنا نضربه بكذا لون، نكسره بكذا لون، هلا لا، كمان بالاضافه انه فيكي تلبسي ست كامل، فيكي ترجعي تلبسي اللون تضربي اكثر من لون، تكسري اكثر من اتجاه، ثلاث اربع الوان تدخليهم بنفس القطعه تقريبا. من الالوان كمان المونتار الاصفر، درجات الاصفر كنا نشوف المونتار اللي مايل على كموني شوي، لا هلا لا هلا الاصفر الضاوي فينا نشوفه لهالشتويه. هلا تقريبا بالمجمل اكتريت الالوان هي اللي دارجه، لانه هو موضه السنه خليط الالوان صحيح مع بعضها. حتى عم نشوف منار يمكن شوي رجعت الموضه على الستايل القديم، عم نشوف كثير الكروشيه راجع بقوه، خاصه اللي فيه كثير من الحركه والالوان. عم نشوف كمان شيء الصوف كمان دارج. خلينا نحكي عن المزيج بشيء فينا نحن نعمله هاند ميد كمان. هلا انت هلا نفوت بالاقمشه، هلا نحن لا ما عم فوت بالاقمشه، عم فوت بانه هيك شيء ستايل دارج الالوان بالصوف كمان او بالكروشيه. هلا نحن فتنا بموضوع القماش، الاقمشه، الصوف، الجوخ، شو الاقمشه تبع لهيدي الشتويه. هلا الدمج رح يكون ان كان بالكروشيه وان كان بالبوكلي، يعني هلا مثل نحن اللي لابسينه هو دمج بين الابيض والاسود كنسيج. هلا بس بالتريكو كمان دارج النقوش، النقش غير المونس، تمام. اللي دارج هالسنه هو النقش اللي فينا نقول رسمات على الكنزات، تمام، اللي بتجي منه وفيها. هلا لو كروشيه داخل تدخيلات، مثل فيك تقولي على الكمر، على قبه، على الكم مثلا، تمام. بس كاسيت كامل كروشيه فينا ناخذها على الصيفي اكثر، ممكن تكون مدموجه اكثر على الصيف، او هي اللي بتنلبس فوق الثياب. قصدك لا اللي بتلبس فوق الثياب، لا شي كروشيه ينلبس فوق الثياب، شي تمام. هدول اللي نحن بنلبسهم على السهرات اكثر، يعني بيفضلوا انه يكونوا على السهره.
بس هلا بالنسبه هلا هي الطاغيه هي الاجواخ اكثر اكثر، فينا نشوف على تريكو اكثر جوخ منزل بطريقه كثير، ان كان بانتو تمام، ان كان جاكيت قصير، ان كان لعند الركبه، بكل اطواله الجوخ دارج. هلا بالنسبه للاقمشه اللي هي دارجه كمان فينا نقول الجلديات تمام، جلد بعده من هذيك السنه مستمر هلا الانواع مختلفه بقى بالنسبه للجلديات. هلا بالنسبه للجلد عندك جلد التمساح، عندك جلد الحية هو اللي أكتر منقول جلد الغنم وجلد البقر، عرفتي كيف؟ كمان في أنواع محددة من الجلود اللي هي دارجة. الفرو بعده مواكب، بس هلأ كنا نشوف الفرو بألوان معينة، هلأ دارج الفرو بألوان كتيرة تلاقيه على الأصفر وعلى الأخضر، على تدرج لوني أكبر صار. حتى كمان جلد الخروف الموبر فينا نقول المفتول كمان، هذا كمان لهالسنة موضة كتير قوية إن كان بكل الأطوال الموجودة. الوتر بروف، نحن نعتبر الجاكيت الوتر بروف من أهم الجواكيت بالشتاء لأنه بتعطي دفع. هلأ الفرو المفتول نحن فينا نقول اللي يعطي شكل الخروف شوي، هاد موضة فينا نقول ترند، بس بالنسبة للوتر بروف بعده محافظ بألوانه، يعني نفس الألوان تقريبا اللي كنا هلأ بشوي عم نذكرها كمان محافظ لأنه هو مصدر دفع فهو ما بيبطل. فما تفكر أي صبية إنه هو مايل شوي للسبور لا، وفيك تلبسي على سبور شيك كيف، لأنه أو هلأ عم يحكم شو الأشياء اللي ممكن تنضاف لتشوفي كاجوال تمام. في فرق بين الكاجوال والسبور شيك. السبور شيك بيصير عندك سحاب مثلا، بيصير عندك إكسسوار مع القبة فرو تمام، المقالب فرو، الجيب، هاد بقلب للسبور شيك. بالنسبة للكاجوال هون بالنسبة للوتر بروف فيكي بقى انتي طباعات الرسمات، فهون صفى الخط الكاجوال، ففيكي انتي اختيارك للقطعة على اي يعني على اي خط فيكي تاخدي. يمكن اللافت بموضة 2022 هي الألوان، يعني نحن بنعرف الألوان الغامقة للشتاء، الألوان الفاتحة للصيف. اليوم عم نشوف مثل ما ذكرتي مثلا الجواكيت الفرو بألوان متعددة، عم نشوف الأزرق الزهري، عم نشوف ألوان مختلفة حتى بالتياب. يمكن هون الموضة عم تكون هيك باتجاه الألوان وعم تكون أجمل، يعني بتلاقي عم تعطي الصبية كمان هيك ضوء لإتمام إطلالتها. لكي هلأ كل طريقة لبس هي اللي بتلعب دور. يعني هلأ أنت مثلا ممكن تلبسي القطعة اللي أنت لابسيها على بنطلون أحمر تكسريها مع الشوز الأسود والسنتور الأسود، ممكن تلبسيها بطريقة كلاسيكية. هلأ رحت لبستي عليها البنطلون الأحمر صارت شوي عاطيتها ضمن إطار التكنيك الموضة الفاشن، ما حافظتي على الكلاسيكية تبعها بالطريقة اللي انت لابسيها بطريقة الكلاسيكية المعتادة. كان ممكن تلبسي مثلا السنتور احمر تماما مثل ما انا عامله كسرته باللون الاصفر، بس ما كنا نشوف هي الالوان الجريئه بالشتاء. هلا ما كنت عم نكسر، يعني اخر سنتين ثلاث سنوات بتشوفي الاصفر نازل، الاحمر، الزهر بتدرجاته بالشتاء ما كنا نشوفه بهي. هلا عندك موضه من هون لعشر سنين للالوان، هلا بلشت هي من سنتين او ثلاثه تقريبا، هلا هيك مستمره تقريبا خمس سبع سنين فيك تمديها كمان. ففيك يعني صاير تكنيك الموضة، هي الموضة الألوان موجودة بس بترجع وبترجع بتغيب. هلأ مثل اللون الرمادي مثلا غايب صار له تقريبا شيء 8 سنين، هلأ بترجعي بتلاقيه أو 10 سنين هلأ رجعتي تلاقيه تمام، بس بتلاقيه بطريقة خجولة شوي مانو كتير قوي، بس على منصات عروض الأزياء موجود وموجود بقوة. بس عندك البريتا بورتي لحتى يعني يضهج أو ينتشر موضته أو تنزل موضته على الألبسة الجاهزة بدها تقريبا شي سنة للسنة ونص بعد ما بكون نزلت بدور الأزياء الأساسية. نعم، خلينا شوي هيك ننتقل ونحكي على الشوز وعلى الحقائب. عم نشوف أشكال وألوان ديزاينات جديدة، موضة جديدة للحقائب، شي كتير صغير، شي ألوان كتير، وعم نشوف يمكن عالم الموضة أو عند الممثلين أو البلوجرز عم يستخدموا أنه مع التياب معجقة مو مشكلة، ما نلابق مو مشكلة. خلينا هيك شوي نركز حتى بالشوزات، عم نشوف كمان في جرأة السنة بالشوزات بالألوان وبالدواجان. هلا اكثر الوان هي دارجه بتلاقيها، اول شيء نحن فينا نقول شو الانواع اللي دارجه بالنسبه للشوزات. عندك البواط
العسكرية تقريبا. نحن فينا نقول انه هو مأخوذ من البوت العسكري كديزاين. هون لعب يعني نرجع نقول للاشكال كيف فيك تعملي كاجوال كان اضخم كل ما عملنا كاجوال اكثر يعني مايل للكلاسيكي اللي هو البوت المتعارف عليه. كيف نحن بقى بدنا يكون شوي فاشن او كيف موضه هو؟ اول شيء الالوان لعبت دور اللي هي صرنا نشوف منها البيجات، صرنا نشوف منها الابيض، صرنا نشوف عليه للمايل للسبور شيك نضيف عليه الاكسسوارات. اذا لاحظتي انه كمان في اكسسوار كثير على البوت صح. ان كان بالنسبه للسنسال، ان كان بالنسبه للكبسات، ان كان بالنسبه للسمايلات او الرسومات الموجوده على البوت نفسه يعني. فتحول من بوت كلاسيكي لبوت فاشن، عرفتي كيف؟ هي من اهم الاشياء اللي هي دارجه. هلا نجي للالوان اللي دارجه بالنسبه للشوزات بشكل عام. قبل ما افوت على الالوان الشوزات الضخمه، ما هو البوت العسكري هو عاطي ستايل الضخم، عرفتي كيف؟ ما هو الملخص شو هو البوت العسكري؟ فهو عاطي البوز المدور، البوز الكعب العالي السميك، هذا الستايل تبعه. بس هن كيف محافظين فيه على فينا نقول على انه يكون مايل للشياكه بالاشياء اللي انا ذكرتها بالاول؟ هذا موضه بيطلع فتره وبعد منها تدريجي بيرجع بخف. هلا هو موجود معنا من هون لسنتين او ثلاثه موجود البوت، ما راح تتغير موضته. اما بالنسبه للالوان الدارجه كشوزات بالعموم كالوان، هلا كل الالوان نحن ما كنا نشوف الجزمات الملونه صح. تمام، هلا عم نشوفها الوان هسه تماما. حتى الابيض ما كنا، ما كانت الصبيه بالاساس تكون جريئه بانها تلبس شوز او جزمه لون ابيض. كمان عم نشوفها كثير لهالسنه موجوده، وموجوده بطريقه انثويه. يعني الخط الانثوي انت عم تحكي على البوت العسكري تمام، اللي هو صار فاشن موضه اللي عاطي الشكل لهذا. هاد نحن فينا نقول الكاجوال اكثر تمام. الخط الانثوي اللي هي السكربينه اللي هي الجزمه هي بعدها موجوده بس ضمن اطار التلوين، لانه بما يلحق الالبسه فاجباري بدها تلحق الاحذيه. وحتى بالنسبه للسنتورات او الاكسسوارز بشكل عام بالنسبه للحلق للطوال كمان كله بيلحق بعضه بالنسبه للتلوين، لانه هو بيجي نمبر 1 لغير تكنيك الموضه هو اللون. وبعدين بتلحق الشغلات الثانيه اللي هي الاحجام. يعني شو هلا مثلا دارج الحجم، حجم بالنسبه للالبسه عندك هلا ضيق تحسيه خافف، ما بتحسيه هو خافف، عرفتي التكسيمه. هو دارج كل شيء فلو ان كان بالنسبه للبنطلون، ان كان بالنسبه للكنزه، ان كان بالنسبه للجاكيت، حتى بالنسبه للجواكيت. هلا نحن رح نحكي عن الاحجام، الاحجام شوي بيج كلياتها نفخ، عرفتي كيف؟ راجع موضه مثلا الكم الكتف النفخ اكثر، دارج مثلا الجيب نفخ، دارج من عندك الكسرات الزم اللي عند البنطلون، راجع شوي الكوب العريض الستريت، هذا بحافظ ما بيبطل لانه هو قصه كلاسيكيه ما بتتغير، يا اما بتشد موضته يا اما بتخف تماما، لانه هو بيلتبس بطريقه رسم. يعني هو هي القطع لازم تتم موجوده، يعني في بعض القطع بتتم بخزانتك بتحافظ تماما، يعني بتلاقي انه بتلاقي لها مع الموضه بتمشي. هلا ليش هلا اللبس الكلاسيكي مثلا البنطلون الستريت هي بالاساس بتلبسه سيده العمل اكثر، عرفتي؟ او الموظفه بعمل معين فبتضطر انها تلبس هذا النمط. هو هذا النمط هلا هو صار ترند موضه صح. عرفتي كيف؟ هلا دخل بشو؟ دخل بالاقمشه. شو نوعيه الاقمشه؟ صرنا نشوفها كثير على الصوف، على التريكو المحاك مثلا، او على التريكويات الاقمشه اللي بتجي اقمشه بس مو مكان، عرفتي كيف؟ فهي من تيارات الموضه اللي هلا درجت بالنسبه للاقمشه، صرتي تشوفيها على الاجواخ اكثر تمام؟ بتلاقيك انت على الاقمشه اللي فينا نقول شوي مايله للهدله، مثل فرضا رح نقول البوبلينه، كنا نلاقي مثل ما بدنا نقول جوخ، هي في انواع من انواع الاقمشه تستعمل للبناطلين الكلاسيكيه الرسميه تمام. هلا لا هلا تعدت هي القصص، ومثل ما انت ذكرتي قبل شوي انه صار الكلاسيكي البنطلون الاساسي هو ترند وموضه لهالسنه. نعم.
أكيد كنا نحكي على الكاريات، اليوم عم نشوف كمان يعني راجعة بقوة، يعني سابقاً كنا نشوفها قديمة كتير، وقفت فترة، اليوم عم نشوف الكاريات بكل الأشكال وبكل الألوان هالسنة 2022. مزبوط. هلأ إحنا بالنسبة للكارو، الكارو الكبيرة العريضة والكارو الصغيرة، بكل 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 المقاييس تبعاتها، هن بالأساس كنا نشوفها على الأحمر أو أبيض وأسود، تمام، هلأ صرنا نشوفها على الفوشيا، صرنا نشوفها على الأزرق، على الأخضر، تقاطعات. هلأ أنا بنصح الصبية اللي عندها ورك زيادة ما تحاول تقرب من عند الورك ب يعني تقاطع الكارو، لأنه أوريدي هو رح يعرض هي المنطقة. حتى بالنسبة للتقليمات، هلأ المقلم خف شوي تدريجي تماماً، بس الكارو بعده محافظ بكل الأشكال الهندسية. بس دايماً الصبية اللي عندها ورك تحاول قد ما فيها تبعد من هالمنطقة الحوض، إنه ما تلبسه، حاول تلبسه من فوق قد ما فيها، تمام. وإذا كتافها ضيقة، ما عندها عرض بالكتاف، ما تحاول تلبسه، لأنه هو رح يبين ضيق الكتاف أكتر بسبب التربعات الموجودة، فما رح تعطيها المساحة، رح تعطيها مساحة أقل للكتف، تمام. هلأ وبالنسبة للأنواع الأقمشة اللي دارجة، هو بالأساس دارج على كل الوعد، على فكرة هو دارج حتى على الصيفي، صح، تماما، وعلى تريكو، على تريكو هو دارج أكتر، عم نشوف جوخ كمان والأجواخ هو كمان موجودة عليها. هذا الحكي صحيح. نعم منار، خلينا نحكي أكتر. اليوم كتير من الصبايا يعني ما بتقدر تاخذ قرار كيف بدها تلبس الشوزات، هل هي بوز ولا مدور؟ حكينا انه البواط، هلا دارج بواط، ولكن عم نحكي على السكربينات. خلينا نروح على الستايل هيك السبورشيك او الرسمي، خلينا نحكي، او الشيك، خلينا نحكي على الشيك. بعده البوز هو اكيد هو يعني اكثر شيء هو مطروق وهو مستخدم وكعبري اكثر شيء، صح؟ هلا رح اقول لك، هلا دارج كل اشكال البوط، بس في عندك يعني ان كان من السكربينات بتلاقي يعني عندك كان دارج سكربينة هي كثير مدوره، مدوره هاي بالورين يمكن. هلا تمام، احنا ما بنحكي، احنا بنحكي على الكعب. تمام. هلا بالنسبه للكعب، عندك في عندك البوز، وفي عندك النص دائري. النص دائري، الدائري كثير ما هو كثير هلا موجود حاليا، بتلاقيه موجود على البوت اكثر، تمام، لانه هو اخذ شكل البوت. هلا انت كيف تقدري تلبسي البوت على شيء اسمه سبور شيك بالنسبه للقطعه؟ هلا بيلتبس هو، برجع وبقول لك، هلا مثل الشوز اللي فرضا لابستي انت عليه ستراس، عليه عفوا معدن، تمام، مدخل له. طريقه اختيارك للشوز هو اللي بيلعب دور بانك كيف تنسقيه مع القطعه، يعني ما معقوله تلبسيه كله كاجوال وبنطلون رسمي او لا، وتلبسي مثلا على فستان شوي عاتي، ما بدي اقول لك هوت كوتور لانه اكيد ما رح يلتبس، لانه كل طلعه هي اللي بتحدد. ممكن تكوني رايحه على عيد ميلاد مثلا، خرجي تحمل انه انت هذا الستايل، البوت مع الفستان اللي ما بدنا نقول فاشن شوي، لانه اذا ما كان فاشن ما رح يطلعوا قطعتين متناسقين بصراحه، رح يطلعوا اوفر، عرفتي؟ فممكن الطلعه هي اللي بتحكم شو الشوز اللي انت بدك تلبسي، هذا نمبر 1، تمام. نجي بقى احنا لشكل الشوز، هي بالنسبه نحن للبوت العسكري، اما بالنسبه للبوز المبوزه السكربينه او هذا، طريقه اللبس تبعها، هلا البوزه كثير يعني لسه ما قويت بشكل اللي نحن نقول عنها كثير هذا، يعني هلا نحن نعتبرها بدايتها لهالسنه، بتبلش السنة الجاية اللي بعدها تقوى. بس البنت اللي اجرى كبيرة 49 ما حلو عليه البوز ابدا، فهو بيطولها وبيكبرها اكثر. فهو ليش نحن بتيارات الموضة بتلاقي اكثر من شكل موجود بالنسبة للسكربينة، والسكربينة اجمالا ما بتبطل، هي كلاسيك موجودة عند كل صبية، تمام. عالم الموضة عالم واسع، وأسئلة الصبايا دائما موجودة ودائما حاضرة. منال الخطيب، نحن بدنا نتشكرك مصممة الأزياء، وبنناطرينك بحلقات جاية يمكن بستايلات نشوفها على أرض الواقع إن شاء الله. شكرا كثير لك ونهارك حلو. نهارك أحلى. شكرا لك مصممة الأزياء منال الخطيب على وجودك معنا، وأكيد مكملين بحلقاتنا الباقية لنحكي عن موضة 2022 شو بيناسب الصبايا والسيدات. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا.